ذيبان سالم المهيري امين عام اتحاد الامارات لرياضه المعاقين، وصراحه اليوم سعدنا بافتتاح البطوله الاقليميه التاسعه للاولمبيات الخاص، وهذه البطوله تعني لنا شيء كبير تقام في 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 الامارات وبالتحديد في امارات ابو ظبي قبل الالعاب العالميه 2019. البطوله الاقليميه تعني لنا الكثير، هي بطوله يعني اجتماعيه، كثير من الناس بيشاركون وبيجونا ان شاء الله 2019، فان شاء الله من هذه البطوله نشوف امكانيات اماره ابو ظبي وكذلك الضيوف اللي تواجدوا عندنا. نتمنى التوفيق للجنه المنظمه ونشكرهم على جهودهم الجباره، وان شاء الله بتكون بطوله اقليميه مميزه ان شاء الله.